لم نكن نعلم في الماضي ماهية الإنترنت. فهمنا لماهية الإنترنت لا نستطيع إدراكه في ظل التحول الكبير والمضطرد. خلال عقد التسعينيات اكتشف الناس عالما جديدا هو الشبكة العنكبوتية. ومنذ ذلك الحين تبحث السيدة جانيت هوفمان مديرة معهد الإنترنت والمجتمع بجامعة هومبولدت في برلين عن أجوبة لأسئلة معقدة من قبيل كيف يمكن تنظيم التواصل في الإنترنت؟ وما هي فوائد الإنترنت وما هي مخاطرها؟ من جهة ينبغي حماية الحريات، ومن جهة ثانية يرغب المواطنون في التحرك بأمان في الإنترنت. يضمن ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لجميع الناس حقهم في الحرية والأمن، لكن ماذا يعني ذلك؟ من حيث المبدأ ينطبق على الإنترنت ما يسري على الواقع، فحقوق الإنسان تشمل العالم الحقيقي والافتراضي. طبعا هناك خصوصيات مهمة بالنسبة للإنترنت مثل قضية حق التعبير المحورية، والسؤال هو عن مدى مساهمة الإنترنت كوسيلة تواصل في الحصول على معلومات سياسية وكذلك تنظيم نشاطات سياسية. بواسطة الإنترنت يسهل على العالم معرفة أنباء الحركات الديمقراطية في ليبيا أو مصر أو أذربيجان مثلاً، كما يمكن إسراع وتيرة الإصلاحات الديمقراطية. لكن ما هو رد فعل الدول الاستبدادية؟ يمكن القول إن الإنترنت هي بمثابة محرك القوى الديمقراطية وحركات حقوق الإنسان في هذه المناطق، لكنها في ذات الوقت سلاح خطير بيد الحكومات الاستبدادية التي تستخدم الإنترنت لملاحقة من يعبرون عن آرائهم فيها. لكن ما هو الموقف الذي ينبغي على السياسيين والدبلوماسيين في الدول الديمقراطية اتخاذه في النقاشات حول حقوق الإنسان؟ وما هو التصرف المطلوب من الشركات العالمية مثل جوجل أو فيسبوك في موضوع حقوق الإنسان، ليس فقط في الصين أو إيران وإنما في أوروبا أيضا؟ بسبب الحجم العملاق لهذه الشركات وإقدام عدد كبير من المواطنين على استخدام هذه الشبكات الاجتماعية، من المهم فعلا حماية حقوق المستخدمين الأساسية ومراقبة كيف تعمل الشركات على الحد من هذه الحقوق في قواعد الاستخدام. الهدف هو شبكة إنترنت حرة ومفتوحة وآمنة تحمي حقوق الإنسان. ولمناقشة سبل تحقيق هذا الهدف يشكل المؤتمر المنعقد في برلين يومي 13 و14 من سبتمبر فضاء مناسبا للحصول على أجوبة وطرح أسئلة كثيرة أيضا.